مذبحة دير ياسين عام 1948. عشية احتلال فلسطين وبهدف إقامة الكيان الصهيوني، قامت العصابات الصهيونية بعدد كبير من المذابح في سبيل تحقيق ذلك الهدف. ولعل مذبحة دير ياسين واحدة من تلك الأحداث التي عكست ذروة الإرهاب الصهيوني. تبعد قرية دير ياسين عن القدس حوالي 4 كيلومترات إلى الغرب، وقد كان عدد سكانها أكثر من 700 فلسطيني في عام 1948. وفي أجواء المناوشات العربية الصهيونية وفي ظل الدعم البريطاني للصهاينة، لم يكن أهالي تلك القرية الوادعة التي تحتضنها جبال القدس الشريف يعلمون أن شمس 9 من نيسان إبريل ستغيب حاملة معها أرواح الغالبية العظمى من أبنائها على يد عصابات الإرهاب الصهيونية. في 2 من صباح 9 إبريل من عام 1948 أعطيت الأوامر بالهجوم على دير ياسين، فتحركت الوحدات الصهيونية لاكتساح القرية من الشرق والجنوب، وقد اشتركت في ذلك الهجوم مجموعة من السيارات المصفحة وطائرة حربية قذفت القرية ب7 من قنابلها. وقد قاوم سكان القرية المعتدين بما ملكت أيديهم من سلاح ووسائل بدائية، واستطاعوا قتل عدد من الصهاينة. ولكن القرية وقعت أخيراً بأيدي اليهود الذين رفعوا عليها العلم الصهيوني وأسخنوا أهلها تقتيلاً ومنازلها تدميراً حتى محيت القرية الواجعة. لم تكن قرية دير ياسين الوادعة بحاجة إلى هذا الهجوم الصهيوني العنيف لإخضاعها، لكنه كان جزءاً من خطة شاملة تهدف إلى تحطيم المقاومة العربية نفسياً قبل مواجهتها عسكرياً، وإخلاء الأهالي من مدنهم وقراهم بإثارة الرعب والفزع في نفوسهم. وهكذا تحول اسم هذه القرية العربية التي أبيد أهلها ولم ينج منها إلا أفراداً قلائل إلى رمز من رموز الإرهاب الصهيوني المرتبط بدوره بالعقيدة الإرهابية الصهيونية. صفحة من ذاكرة أمة عجنت بماء الصمود ومازج النضال دماءها، وما زال لديها الكثير لتحكيه لنا عن قصة ومشوار بقائها.